إذا بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا ومشاهدينا الأعزاء، أيها الحاضر الكريم، نتواصل نحن وإياكم مع تحديات هذا الصباح، تحديات هذا السباق ثالث أيامنا من ضمن هذا السباق، سباق موسم الطائف الثاني في عام 2024 الميلاد، وفي أول أيامنا لتحديات سن الحقائق. إذا متابعينا الأعزاء، على بركة الله ينطلق الشوط الثامن للحقائق القعدان، ومن مسافة 3 كيلومترات. إذا نبدأ مع النداء الأول ومع المركز الأول لنتابع شعار محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة مع ساد مع المركز الأول. المركز الثاني نتابع الوصول من ثاني المراكز، وصل شعار الجنيبي مع مرحب، ومرحبا بشعار بدر بن حمد بن سعيد. الجنيبي هو الواصل مع المركز الثاني، المركز الثالث، ثالث المراكز وثالث الأسماء مع ثالث التحديات. نتابع الاسم القادم والشعار الواصل مع المركز الثالث، شعار محمد بن بخيت المري مع انطلاقة الغزال، هو المتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الوصول في هذه اللحظات مع رابع المراكز ورابع الانطلاقات، حضر شعار مبارك بن علي بن مانع العجمي مع انطلاقة الشام. ونتابع الوصول من شعار سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مع انطلاقة مذهل، هو الواصل مع المركز الخامس. إلى المتابعين الأعزاء، النداء الأول أتممناه على مسامعكم، نعود بعد ذلك النداء، نعود إلى مرحب وانطلاق مرحب مع المركز الأول بشعار الجنيبي، بشعار بدر بن حمد بن سعيد. الجنيبي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن غير شعار العجمي مع شهم مع المركز الأول. مبارك بن علي بن مانع العجمي مع الشهم مع المركز الأول، تقدم في هذه اللحظات لحظات الشهم مع بداية هذا الشوط، ولكن الوصول من شاهين بشعار سعيد بن محمد بن حمد. الفهيدة المري هو الواصل بكل قوة مع المركز الثاني، تقدم في هذه اللحظات ليتسلل ويغير ويندفع مع المركز الأول. شاهين بشعار الفهيدة سعيد بن محمد بن حمد. الفهيدة المري تقدم وفرق الصفوف ليتقدم مع الكيلو متر الأخير والكيل المثير، يتقدم شاهين مع المركز الأول ليتقدم وينتزع نوماسي هذا الشوط ليحقق الهدف المستهدف، ألا وهو نوماسي هذا الشوط. شاهين مع المركز الأول، شاهين مع بداية هذا الشوط بشعار سعيد بن محمد بن حمد. الف هيدا المري مع المركز الأول، ومع بداية هذا الشوط يتقدم شاهين، وشعار شاهين مع المركز الأول بشعار سعيد بن محمد بن حمد. الفهيدة المري بدأ بالانطلاق، بدأ بالانفراد عن بقية الأسماء والطامعين بالظفر للنوماس، ولكن شاهين تقدم، شاهين ليظفر بنوماس هذا الشوط، والعصا في الأبطان بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. ما شاء الله تبارك الله، تحرك وانطلق شاهين مع المركز الأول بشعار الفهيدة، ما زال يقدم الكثير من الكثير من عروضه وانطلاق الجميل بالمركز الأول، ينطلق مع العروض النهائية. شاهين مع العروض الرائعة مع آخر الأمتار، العروض النهائية شاهين محقق النوماس هذا الشوط. تهانينا للمري، مشكور باسم الحضور والجمهور، يا من قدمت لنا هذا البطل. تهانينا والنوماسي مالكي شاهين سعيد بن محمد بن حمد الفهيدة المري، حاصلا على نقطة غالية في ميدان الطائف. ثاني مراكز وثاني التحديات، نتابع الوصول في هذه الأثناء، حضر شعر الصعاق مع طايش علي بن سالم بن علي بن متر الصعاق. والمركز الثالث حضر شعر محمد بن عبد اللطيف الحمادي مع مدريد، والمركز الثالث
المركز الثالث في هذه اللحظات. شعار عبد الله بدخل الله بالسلامة للجهني ورابع المراكز. شعار اللحظات محمد بن طالب بن محمد الفهد المري مع صايب. والمركز الخامس شعار محمد بن مسلم بن جنزول بن حمرور العامري مع الصباوي. إذا متابعينا الأعزاء نعود بالتهاني والنماط لمالك الشاهين بشعار سعيد بن محمد بن حمد الفهيدة المري من أن تزع نماطي هذا الشوط ومقدما لنا الشاهين بلاده الرائع. تهانينا يا المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المتميز. شاهين الحاصل على نقطة غالية وثمينة على أرض ميدان الطائف. التوقيت الزمني 4:35 30 جزء من الثانية. توقيت شاهين الحاصل على نوماسي هذا الشوط بشعار سعيد بن محمد بن حمد الفهيدة المري. إذا متابعينا